أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وليتدبروا ما علوا تدبيرا. عسى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك وكل
اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، ونخرج له صدق الله.